عايز تقول ايه النهارده في يوم عرس انتخابي والتصويت على مواد الدستور التي تم تعديلها؟ انا من اسعد الناس ومبسوط جدا، ودايما بقول نعم لاي حاجه للرئيس، لان هو ده الراجل المحترم اللي فعلا عايشنا في امن وامان، وفعلا حسينا بفرق كبير جدا معاه. واحنا من هنا من السعوديه، انا بقالي 30 سنه في السعوديه، بدعي له في كل صلاه ان ربنا يوفقه وربنا يعينه علينا. فعلا خلانا عايشين هنا ومطمئنين على اولادنا في مصر، وحاسين ان الناس اتغيرت حالها كتير جدا والبلد اتغير جدا. وانا واحد من الناس لسه راجع من الغردقه، وشايف شبكه طرق ما حصلتش في العالم، اللي خلت الناس اللي كانت معارضه بيقولوا احنا مش مصدقين في شبكه طرق دي ان هي في مصر. دي حاجه من الحاجات. اسمك ايه؟ علاء صابر. اهلا بيك. شكرا زعلان.